الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها المشاهدون الكرام في كل أنحاء الوطن العربي والعالم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج الحوار الصريح، تأتيكم على الهواء مباشرة من قناة المستقلة في لندن، وموضوعها هو مذهب وسيرة وتراث وعلوم الإمام جعفر الصادق. تأخرنا عن موعد البداية لأننا تحاورنا الموجودين هنا جميعا، اللي هما الشيخ حسين الأسدي الباحث والكاتب الإسلامي العراقي. شوف إذا كان الأخوان عندنا الأخ الأسدي وعلى الصورة إن شاء الله يأتيكم الآن في ثواني، والأستاذ أيضا بالحوزة في العلمية في النجف، هذا الشيخ حسين الأسدي على الشاشة. وأيضا الموجودين كنا تحاورنا الموجودين هنا أيضا الشيخ الدكتور السيد محمد الموسوي الأمين العام لرابطة أهل البيت الإسلامية العالمية، وأيضا من الذين شاركوا في المحاورة اللي أخرت بداية البرنامج الشيخ عثمان الخميس الكاتب والباحث الإسلامي الكويتي المعروف، وأيضا شارك معنا في هذه المناقشة الأخ الأستاذ عايض الدوسري أستاذ الثقافة الإسلامية في جامعة الملك سعود في الرياض، وأيضا شارك معنا في المناقشة عبر الهاتف من مدينة قم الأستاذ المعروف الشيخ علي الكوراني من الحوزة العلمية في قم، شارك معنا في الهاتف في مناقشة إذن وأنا معهم في شروط إنجاح ما تبقى من حلقات هذا الحوار بطريقة علمية وبقواعد أخلاقية تجعل منه إن شاء الله كما هو الهدف منه ندوة علمية فيها الرأي فيها الرأي الآخر، فيها حوار، فيها جامعة علمية مفتوحة، فيها مناقشة على المذهب الأوروبي البريطاني اللي هو حوار حر، عرض أكثر من وجهتي نظر في موضوع واحد، ترويج ثقافة التعددية، التسامح، الاعتراف بالاختلاف، فهمه. احنا طبعا قلنا دائما برامج المستقلة هي مدرسة أو نساهم من خلالها في تعزيز ثقافة التسامح والديمقراطية والتعددية ومحاصرة ثقافة التعصب والانغلاق والتطرف في لدى المشاهدين العرب في كل مكان. فتحدثوا الإخوان جميعا، وهذا الحديث باستثناء الشيخ عثمان الخميس اللي كان منصت في أكثر الوقت، واتفقنا على المحاور الآتي. اتفقنا من الناحية العلمية أننا سوف نوجه سؤالا من جملة 7 أو 8 أسئلة اتفقنا عليها، سؤال لكل الضيوف يجاوبون عليه في الوقت قلنا بين 5 وبين 10 دقائق. الشيخ القراني قال 5 دقائق تكفي للإجابة على السؤال، وأنا قلت يكون السقف 10 دقائق، فقد يجيب الواحد من الضيوف في 5 لكن لا يتجاوز 10 دقائق. والأسئلة للي مهتمين ببقية متابعة بقية جلسات الحوار هي الآتية، اللي عنده ورقة وقلم. السؤال الأول: كيف نتأكد من صحة الروايات المنسوبة إلى الإمام جعفر الصادق؟ ما هي الآلية العلمية والمنهجية للقول بأن هذه الرواية صحيحة وهذه الرواية غير صحيحة؟ 2، ما هو القول الصحيح للإمام جعفر الصادق في القرآن الكريم؟ الروايات اللي قيلت وذكرت هنا في موضوع التحريف أو النقصان، فحتى يكون فيها قول شافي وكاف. 3، ما هو القول الصحيح للإمام جعفر الصادق في الشيخين، يعني في أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب، ثم معها متصلة بعدها مباشرة قوله في الصحابة. 4، ما هو القول الصحيح للإمام جعفر الصادق في المخالفين، يعني في أتباع الفرق والمذاهب الأخرى، هل له روايات صحيحة معتمدة تبين موقفه من المخالفين؟ 5، ما هي معالم المواقف السياسية يعني الرئيسية طبعا الأهم للإمام جعفر الصادق، سواء كان موقفه من الحكم، من السياسة، الدولة الإسلامية إذا كان في شيء وقتها يسمى بهذا المعنى، والسياسة الشرعية، موقفه من حكام عصره ومن التيارات السياسية والثورات اللي كانت قائمة في ذلك العصر. 6، آراءه في بعض المسائل المهمة كالطلاق بالثلاثة وبعض الأمور العقدية كالجبر والتفويض. 7، أين تراث جعفر الصادق عند رضي الله عنه عند أهل السنة؟ والثامن مرتبط بها، يعني لماذا إذا كان هو أستاذ الأساتذة والأئمة والعلماء الآخرين لماذا لم يعمل
أهل السنة المذاهب الأخرى السنية بمذهب الإمام جعفر الصادق وأراءه. هذه تقريبا 7 أو 8 موضوعات حددناها واتفقنا فيها. اتفقنا أنه يوجه السؤال إذا كل واحد يجاوب، ويكون في الغالب السؤال ويجاوب من الجانب هذا أو من الجانب هذا، وهكذا يتم الحوار، وأنه يلتزم الإخوان جميعا بالتقيد بأن تكون أجوبتهم على تلك الأسئلة اللي بحول الله لما تتم الإجابة يتبلور، تكون الناس تعرفوا أكثر على معالم المدرسة الجعفرية في كثير من الأمور الحساسة. اتفقنا أيضا أنه هذه الندوة تدور بشفافية كاملة في إطار ندوة علمية الغرض منها الخير. كل الناس اللي جوا هنا، والشيخ الكرة اللي مشارك بالتليفون، واحتمال الدكتور محمد النجيم اللي حيشارك معنا إن شاء الله أيضا، كلهم معتقدين أنهم جايين لندوة علمية، وتحاورنا في الموضوعات بشفافية كاملة. لا هناك غرض صهيوني ولا غرض معادي للسنة ولا غرض معادي للشيعة ولا غرض معادي للشيخ الموسوي ولا غرض معادي للأخ عايض الدوسري. واتفقنا على أن يكون القاعدة كما بدينا وكما كان الإنصاف، توزيع الوقت بعدالة كما كنا نفعل وحرعها أكثر. واتفقنا على أننا جميعا المشاركين هنا خلافاتنا في الرأي تعرض هنا في المستقلة، في المستقلة، طالما الأخ الأسدي عنده فرصة عشان يتكلم هنا ويجاوب مثل الآخرين، فخلافاته مع الأخ الموسوي ولا مع الأخ الدوسري يقولها هنا وليس خارج المحطة ولا خارج الندوة. وأنا رح نطلب إما من الأخ الأسدي ولا الأخ الموسوي يلخص بالذات في دعوة كل المشاهدين من كل البلدان، حتى ما نقول من كل المذاهب، الروح اللي ينبغي أن يتابعوا بها هذه الندوة ويمكن يستفيدوا منها فائدة طيبة. تفضل السيد الموسوي إذا حبيت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين. قبل أن تبدأ هذه الندوة دار حديث مفصل وحوار طويل بين الحاضرين هنا مع مشاركة سماحة الشيخ الكوراني بالهاتف لإعادة ترتيب هذه الندوة لكي يضمن أن يبقى الجو العلمي كندوة علمية تخبر ملايين المسلمين، وكثير منهم لم يكونوا يعرفوا عن الإمام الصادق عليه السلام إلا النزر اليسير. ندوة علمية تؤدي خدمة لهؤلاء المسلمين جميعا وهم إخوتنا وأخواتنا، فتم الاتفاق على أن تقسم محاور الندوة إلى هذه المحاور 7 التي ذكرها الأخ الدكتور الهاشمي، ولا يسمح لأحد بالخروج عن المحور، ويقوم الدكتور الهاشمي بتوجيه السؤال محددا إلى المتحدثين، ولا يسمح للمتحدث أن يخرج عن محور السؤال، ولا يكون في الندوة أي تهجم ولا أي إثارة لكي لا يخشى أحد من أجواء الندوة. وأن نحن نعلم أن بعض الأخوة قد انتقدوا بعض المشاركين وانتقدوا الندوة على أنها أصبحت ميدانا لإلقاء الشبهات والاتهامات، فهذا الترتيب الجديد سوف يجعل الندوة ندوة حقيقية. ونحن نهيب بالأخوة جميعا من كل البلدان، نهيب بهم أن يستفيدوا من جو الحوار العلمي ضمن هذا الترتيب الجديد، لكي يعرف الناس شيئا جديدا نافعا لهم عن هذا الإمام العظيم، الإمام جعفر الصادق عليه السلام، وهو وريث علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا تمت الندوة بهذه المنهجية الجديدة وبهذا التركيز العلمي، فإنها سوف تقدم خدمة كبيرة للمسلمين في كل مكان. شكرا لك سيد الموسى. يا أخي الأسدي أرجوك أيضا إذا كان ممكن تبلور كلمة واضحة، بالله إذا كان ممكن تكون بدون ما تستخدم فيها، أنت راجل بليغ في اللغة العربية، لا كناية ولا تورية، فيما خاصة في أمر حث كل الإخوان على عدم التعجل في القائد للتهم أو إبداء الخوف اللي ما له مبرر، وأن تشهد الإخوان بالشفافية الكاملة اللي نحن نناقش بها هذه الندوة ونتحدث بها ونرتب فيها في موضوعاتها. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
في الواقع مثل ما تفضل السيد دكتور الموسوي فيما يتعلق بالحديث الذي دار بيننا هنا في الاستوديو وبين الشيخ الكوراني خارج الاستوديو، فيما يتعلق بالبرنامج وما يجري في قناة المستقلة، حقيقة هناك قضية مهمة جدا وهي أصل الحوار. بالطبع نحن نوافق على أصل الحوار، وهو أمر دعت إليه الشريعة ودعا إليه أئمة أهل البيت عليهم السلام، وهو من القضايا التي نلتزم بها ونشجع عليها. وهناك بعض الضوابط التي إن شاء الله تعالى اتفقنا عليها، إن شاء الله تعالى نحاول أن يلتزم بها الجميع، وكذلك يلتزم بها يحاول الأخ الدكتور الهاشمي أن يضبط الحوار ضمن هذه الشروط. من بينها المحاور التي ذكرت أن لا يتجاوز عن هذه المحاور، ومن بينها أيضا العدالة والإنصاف في الوقت، وكذلك من بينها أيضا من بينها توثيق المصادر وعدم الخروج عن المصادر المعتمدة. هذا بالنسبة إلى إن شاء الله تعالى بالنسبة ما دار بيننا، وإن شاء الله يكون أمر ملزم للجميع. أما فيما يتعلق بقناة المستقلة وما يدور في بعض الأوساط تجاه قناة المستقلة، إن شاء الله تعالى بهذه الشروط إن شاء الله يندفع كل ما في يدور في الساحات وفي الأروقة وفي أذهان الأخوة جميعا، والحمد لله رب العالمين. طبعا مشاهدي الكرام، أنا قلت للإخوان أنه حينما يأتون إلى هنا يأتون بالخيار. هي ندوة الحقيقة من أهم الندوات العلمية التي تدور الآن في الساحة الفكرية يمكن العربية وفي الفضائيات العربية. فأردت من كل الإخوان المشاركين أن إذا هم راغبين واثقين في الروح العلمية وفي الجو العلمي يأتون، إذا عندهم شك ما يأتون. إحنا غرضنا جميعا نتوقع من كل الضيوف هنا هو المساهمة في حوار علمي مفيد ومخلص. أنا واثق أن كل المشاركين هنا قصدهم المساهمة في نشر الحقيقة العلمية، يجتهدون بحسب علمهم واطلاعهم، ما يظنونه الحقيقة يريدون نشرها للناس. لكن احنا تعلمنا من البريطانيين هنا أنه النقاش بين أكثر من رأي ينفع. هذا اللي حصل، وهكذا تطور الغرب نفسه بالحرية وبالاختلاف. فنريد أننا شوية من هذا ننقله عندنا في العالم العربي. أطلب من كل الإخوان إذا أن يحسن الظن وأن يكف عن اتهام ضيوفي هنا في الندوة أو عن إلقاء التهم الجزافية، لأنه هذا من بعض يدخل في باب القذف، وأن يقدموا الحسنى. وأنا أطلب من كل ضيوفي أيضا أنهم إذا وجدوا مجال للاختيار في عبارتين يختاروا الأفضل منها، حيث إن شاء الله هم ذاتهم يقدموا المثال. قبل ما نعطي الكلمة أولى وعدت بها الشيخ علي الكوراني فيها خارج نطاق الحسبة بتاعت الوقت، أخو ما تكلمه، أنا أحد الأخ عايض الآن يتكلم من هذا الجانب. قبل ما أعطي الكلمة للشيخ علي الكوراني وعدته بحصة من الوقت لن تكون محسوبة ضمن التقسيم تبع هذه الجلسة، أطلب من الأخ عايض الدوسري إذا كان عنده كلمة أيضا في الروح العامة يتفضل يساهم بها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. يعني إحسان الظن بكثير من الأخوة ومن الذين حضروا هنا أننا لم نحضر هنا إلا لإثراء روح الحوار بين المسلمين ولأجل التصحيح. لا أحد يعني يدعي من الحاضرين هنا أنه يمتلك الحق المطلق أو أنه معصوم فيما يقوله، وقد تناولنا شخصيات كثيرة في هذه القناة وخضعت للناقد والرأي والرأي المقابل. فالذي أقوله مختصرا لجميع الإخوان، يجب علينا أن نلتزم روح المحبة وروح الوحدة الإسلامية، ويجب أن نقدم نقطة مهمة وهي حسن الظن بين المسلمين. وهذا خطاب أوجهه لعموم المسلمين سنة وشيعة، يجب عليهم أن يصبروا، يجب عليهم أن يتحملوا، يجب عليهم أن يقتدوا بالصحابة وآل البيت الذين سمعوا نقدهم وتقبلوه وناقشوا هذا الأمر بروح وادعة، وكذلك العلماء من بعدهم. يا إخوان، أصحاب المذهب المتين لا يخافون من النقد ولا يصارخون ولا يطعنون في أعراض الناس ولا يتكلمون فيهم ولا يقولون كلاما حلوا أمامهم ثم إذا غادروا قالوا كلاما في أعراضهم ودعوا الناس إلى استخدام العنف واستخدام وسائل لا تنبغي بمسلم. وأنا لأنني أحسن الظن بجميع الإخوة الذين يشاهدوننا ويستمعون إلينا والإخوة الحاضرين، أدعو جميع المسلمين للتحلي بأخلاق من يا إخوان
في أخلاق محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي جاء ذاك العربي وجذب بردته فنظر إليه وابتسم وأعطاه حقه. الدين دين الله سبحانه وتعالى، لا تظن أنك بتجاوزك لحدود الأخلاق هنا وهناك والطعن في الناس والكلام عليهم وتكفيرهم أنك استحمي الدين، بالعكس والله أنت ستشوه الدين وسوف تشوه من تنتمي إليهم. هذا دين الله سبحانه وتعالى، والله إن دين الله سبحانه وتعالى منصور. ولذلك أنا أوجه الخطاب للبعض الذين يكتبون في المنتديات كلاما مقذعا في حق بعض المشايخ والطعن فيهم، أقول اتقوا الله سبحانه وتعالى، إن لكم آباء وأمهات وإخوة وأخوات، فاتقوا الله سبحانه وتعالى. وأنا أقول إن كنتم يعني تقولون أنكم أتباع الصحابة أو أتباع آل البيت، فيجب أن يكون ذلك إيش؟ منهجا عمليا على الواقع، وكما قيل من ثمارهم تعرفهم، هل تجني من الشوك عنبا أو من العوسج دينا، كل شجرة ترمي ثمارها، الشجرة الطيبة ترمي شجارا ترمي ثمارا طيبة، والشجرة الخبيثة لا ترمي إلا ثمارا خبيثة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وأضيف قبل ما نعطي كلمة للشيخ الكراني في صلب الموضوع، أنني تأكدت حسب ما شفت من دراستي من كل الإخوان المشاركين في الندوة أنه لا أحد منهم، طبعا هذه ندوة في أمور جزء بحث منها بحث ديني يعني في الدين وغيره، وممكن الناس يعني أنا حضرت في ندوة مرة هنا في لندن مع رئيس تحرير جريدة كبيرة معروفة، قال أنا غيرت ديني لأسباب، فأنا سألته غيرت دينك لمين؟ قال غيرت ديني، طلع يستعمل في العبارة I converted من البروتستانتيني لكاثوليكي، يعتبر يقول أنا غيرت ديني. ومع ذلك أنا تأكدت هنا من الإخوان أنه ما أحد من هؤلاء يكفر الآخر، حتى لهذا البحث ديني من ناحية دينية للمهتمين بالأمور الدينية، كل الجماعة دين معتبرين اللي يتحاوروا معهم مسلمين، وكلهم تأكدت منهم خاصة الإخوان الأربعة اللي هنا ينبذون العنف وينبذون الكراهية بين المسلمين ويريدون حوارا علميا بين المسلمين. وأنا عارف أن الإخوين اللي حيشاركوا معنا بالتليفون الشيخ علي الكولاني والأخ الدكتور محمد بن يحيى النجيمي اللي هو أيضا عضو مجمع الفقه الإسلامي العالمي من هذا المذهب، فإذا حتى للناحية الأكاديمية هذا حوار بين الناس يحترمون بعضهم، يرون بعضهم كلهم مسلمين، لكن نقاش علمي، فرصة في ندوة علمية شفافة وصريحة. إذا هذه هي الأرضية اللي نناقش فيها، وإن شاء الله كلام الإخوان كلهم يكون عنده وقع وصدى فعلي لدى الجميع، وأؤكد لكل من يحسن الظن أن ظنه لن يخيب إن شاء الله تعالى. الآن شيخ علي الكوراني، وإحنا بدنا متأخرين، لكن كما وعدتك توكل على الله في أرحب بك وأدعوك إلى 20 دقيقة الأولى التي وعدتك بها، إن أكملت قبلها أهلا وسهلا، وإن لم تكمل قبلها فالعشرين دقيقة مكفولة لك بتعليقات على ما سمعت في الحلقات الماضية، فالكلمة لك، مرحبا بك، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا لكم. بس الشيخ عثمان ما تكلم، هذا شيء تابع لك وله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة وآله الطيبين الأطهار، خير خلقك، أن تشرح لي صدري وتيسر لي أمري ولإخواني. أمين. في الواقع في ملاحظات، لأنه أهم ملاحظة كنا فيها في هذا الحوار أن الشبه ما أسهل إلقائها والإشكالات، يمكنك في 5 دقائق أن تطرح إشكالات على الإسلام وتمشي، لكن جواب كل إشكال منها يحتاج إلى ساعة. فالإنصاف في الوقت أن نعطى نحن الفرصة الكافية للإجابة على ما يوجه إلينا. وهذه مسألة من زمان مطروحة مع الأخ العزيز الدكتور الهاشمي من 1.5 سنة أول ما صارت المناظرات في شهر رمضان السابق، نقول له الإنصاف يقتضي، نحن أهل الدليل، نحن أتباع أهل البيت، أهل الفكر الحر، الاجتهاد، المناظرة والأدلة الرصينة القوية المبنية من القرآن والسنة، ما نخاف من النقاش، لكن فلنعطى وقتا. مجموعة شبهات في الواقع وجهت إلينا، نطالب كنا بجبران ما مضى والإنصاف فيما يأتي، وقلنا للدكتور أنت عزيز علينا ولكن لنا حق نطالب فيه وإن طال السرة.
الآن أرادوا تكملة هذه الندوة التي لم نستشر فيها أيضا، يعني مراكزنا ما راجعنا مراكزنا الشيعية، مع كل احترامي للأخ الدكتور الموسوي، يقول والله أنا فوجئت. على أي حال هذه الندوة الآن إن شاء الله بهذا الترتيب الجديد بحسن نية، وأما مسألة حسن النية والتعايش والحرص على وحدة المسلمين، أنا أتصور نحن في الدرجة الأولى. أمير المؤمنين عليه السلام يقول فأمسكت يدي حتى عن بيعة أبي بكر، ما كنت أتصور يقول حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام فنهضت في تلك الأحداث وإلى آخره. إذا نحن حتى مع إخواننا يا شيخ علي الكوراني، شيخ علي الكوراني نعم. لو سمحت لن سمعتني أرجوك في هذه النقطة بس، لأنه حتى الأخ الموسوي هنا ذكرها حتى تكون الأمور واضحة. سجل يا أخي الأسد الحل ساعدني في نعم. سجل التوقف هنا عندك الساعة أمامك. أنا أبلغت الشيخ الموسوي من قبل ما نعلن عن البرنامج، يعني بحوالي شهر ونص قبل ما نحطه في التلفزيون تشاورت معه وأبلغته وفوضت له أمر اختيار المشاركين الجعفريين في النقاش وتعهد لي بذلك، وهو الآن موجود معي على التلفزيون حتى لا يظن أن أحد بخلاف ذلك، فهو موجود يقول صحيح. يعطيني الأخ السيد الموسوي. لكن أنت قلت له للسيد محمد، قلت له للسيد محمد عفوا سيدنا تفضل أنه راح أجيب لك واحد عنده عنده خرطوش مثل خرطوش العوزي يوجه لكم ويعطيكم مجال للجواب. شوف لحظة، هذا فرق بين أمرين. الآن تحكي مع ذاك، أنا كلمته أبلغته، هاو الآن موجود، خليه على شاشة مش هنا يا أخي المخرج. اسمعني بس، اسمعني بس. تشاور حول أصل الندوة نعم كان منذ مدة ومنذ أسابيع، ونحن كما تعرفون يا شيخنا الكريم تحدثنا مع الحوزة في قم وبعض العلماء الكرام في أماكن أخرى، لكن إنما فوجئنا من وجود في آخر ليلة آخر لحظة يعني قبل أن نسافر إلى كوسوفو سمعنا بمشاركة شيخ عثمان الخميس. وهذا قبل أسبوع، هذا السفر هذا قبل أسبوع، مش يعني أنه قبل ليلة من الندوة، قبل ليلة من سفر السيد الموسوي. إنما أنا قبل بأسبوع خبرني هو بأسماء قائمة من الضيوف، قال لي هؤلاء قائمة من الضيوف من جهتنا حيشارك. أنا قلت هذه قائمة طويلة، يكون عندك في الاستوديو اثنان فأنت رتب وقل لي، وبلغته بقائمة من الضيوف اقترح علي الأخ عايد الدوسري. فهذه الناحية الفاكتس يعني يسموها بالإنجليزي المعطيات، من البداية بلغت الأخ لأني عارف، وأنا كمان ما اتصلت بأي حد، اتصلت بالأمين العام لرابطة أهل البيت العالمي، فأنا قلت هو طبعا يتصل بالحوزات يتصل بالمراجع. وقبل فترة التقيت بوكيل من وكلاء المرجع الأعلى سيد الثاني معاه في حديث، وهو ثقة لدي ولدى كل الإخوان المتعاملين مع الشيعة هنا في لندن من سنين. تفضل كمل الآن هذه المعطى بس حتى لا يلتبس الأمر على أي مشاهد أو مستمع. تفضل الآن كمل الآن جوهر حديث يا دكتور. أنا أأمل والذي نريد، شكرا. أنا أأمل يا دكتور أنه نحن والإخوة السلفيين وكل المذاهب الإسلامية خاصة في هذا الظرف والهجمة اللي تواجهها بلادنا أن نكون يدا واحدة ونطرح المشتركات وحاضرين نعمل معهم، ومن خاف من المناظرات العلمية، وإنما نريد الإنصاف في الوقت لنجيب عن التهم التي توجه لنا أو الإشكالات سموها إشكالات. طيب. اسمحوا لي الآن إذا تحسب لي من إسا يا دكتور الله يحفظك الآن بس أنت اتفقت معنا طبعا حتى تجد أنت شاركت معنا في الاتفاق على المحاور واتفقنا على النظام اللي هو سؤال سؤال ونوجهه كما اقترحت بالتحديد لكل ضيف من الضيوف. أنا قلت يجاوب في 10 دقائق، أنت قلت 5 بس خليها بين 5 و10 مرنة شوية. هذه هي الأرضية اللي بعد ما تتكلم أنت الآن الكلمة اللي وعدتك بها بعدها حننطلق فيها إن شاء الله. هل هذا هو الاتفاق؟ إن شاء الله صحيح. بسم الله. إذا نبدأ من الآن مرة ثانية أتوكل على الله. عندنا ملاحظات على ما مضى. نلاحظ المنهج اللي اعتمده عثمان الخميس والدوسري وغيره للطعن بمذهبنا، أنهم راحوا دوروا في كتب الجرح والتعديل عند الشيعة مثل رجال الكشي، كتب الحديث مثل الكافي،
انتقي أشياء ضعيفة ليثبت بطلان المذهب أو شذوذه وغرابته. هذا المنهج منهج غير علمي، لأن الاحتجاج على أهل كل مذهب لا يصح إلا بمشهور المذهب الذي يقول به أئمته وعلماؤه. ولو صح ذلك يمكن لكل واحد أن يجمع روايات وآراء شاذة من أي مذهب ويقول يلا، خاصة مذهب ابن تيمية اللي هو فيه كثير وكثير. إذن حتى الإسلام يمكن لواحد أنه يأخذ أشياء يراها شاذة أو رواها بعض ويقول هذا الإسلام هالشكل، كما يصور اليهود الإسلام أو بعض الناس يصورون الإسلام. هذا ما يصح، هذا غير منهج غير صحيح، هذا يسمى منهج تزوير وتهويل على العوام. يمكن يأثر آنيا لكن بعد مدة ينكشف، خاصة الآن الإنترنت، الآن الفضائيات. إذا الآن الشيعة ما عندهم فضائية، فضائيات الشيعية الآن ما يسمحوا بها النمط من الكلام والمناظرات، بكرة تجي فضائية تسمح. يمكننا أن نقول إذا بهالمنطق يمكننا أن نقول لو أردنا مقابلتهم بالمثل لضاقت بهم مقاعدهم، هذه كتبهم، عقائدهم، فتاواهم المعتمدة، مو الشواذ. يعني نقول جعفر الصادق الذي نعرفه هو الذي يؤمن بالله الواحد الأحد سبحانه وتعالى، وجعفر الصادق الذي لا نعرفه هو الذي يؤمن بشاب أمرد له كذا وكذا، وهكذا نمشي في توحيد والنبوة وغيره ونقول. بعدين كل جعفر الصادق الذي نعرفه ولا نعرفه كل يجيب من كتبنا، تعرفه من كتبنا يعني. المهم بعدين عندنا كثير عقيدة ابن تيمية تلمودية بأن الله شاب أمرد أزعج الشعر يلبس نعلين من ذهب. يا شيخ علي يا شيخ علي شيخ علي، يعني يمكن معليش يا شيخ علي تفضل. يا أنا نتكلم الآن عن جعفر الصادق وليس عن ابن تيمية، هذا أمر. الأمر الآخر أنك قلت أنك من الناس الذين تحثون على الوحدة الإسلامية وأن نكون يدا بيد. أنا أسألك سؤال، أنا أسألك مع الأسئلة، أسأل هذا السؤال. لن تستطيع، ما تقدر تحول فرصتي، ليس له علاقة. أنا أريد بلا مقاطعة. لحظة يا شيخ كولان، السؤال ده حيتفرع بينا. أنا أرجوك التزمنا جميعا، والأخ الأسد يكرر هذا الكلام، أن نظل في موضوع الإمام جعفر الصادق. أنا أبقى في موضوع على عيني، ممكن نعود له مرة أخرى. اسمح لي، ما يخالف، أرجوك أبقى في الموضوع. أرجوك أبقى في الموضوع. شوف يا أخي، رواة هذه الأحاديث التي رووها هي هم أقل ما وثقهم أحد كما وثق جابر الجعفي، وهذه مسألة طويلة عريضة. وما يصح فتوى أنه يذكر أشياء شاذة عندنا وينتقد المذهب، يطعن في المذهب، يرد شطب المذهب بسببها، ولا يقول بها أحد من علمائنا، ومصادر الآخرين مملوءة ما يسمح لنا أن نذكر شيئا منها. طيب، مسألة الملاحظة الثانية وهي الأهم عندي، أنه المنهج في تصحيح الأحاديث وتضعيفها، وهذا يكون جوابا لسؤالكم الأول. المنهج عندنا يختلف الأمر بيننا وبين إخواننا بالمذاهب الأخرى. هم يعتمدون بعض المصادر ويعتبرونها صحيحة، لا يجوز أن تخضع للبحث العلمي والنقد أبدا، ويجب على العلماء والناس عبر العصور أن يعتقدوا بها ويعملوا بكل ما فيها ويسلموا فيها كالبخاري ومسلم، ويقولون إنه أصح كتاب بعد كتاب الله، صحيح من الجلد إلى الجلد، وأن المسلم إذا رد منا رواية واحدة كرواية الذباب أو غيرها هذا رد كله، تقبل قطعة واحدة وإلا فأنت خارج. نحن عندنا منهج آخر، منهج أتباع أهل البيت عليهم السلام. نحن نقول هكذا، كل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن الأئمة عليهم السلام ثروة لكنها مواد خام، لا بد أن تخضع للبحث العلمي والنقد في كل الأجيال. فالتصحيح عمل تخصصي اجتهادي، يجب أن يكون في كل عصر مجتهدون وحرية بحث، والناس يأخذون فتواهم الحديث الصحيح والضعيف من مراجعهم. لذلك أي رواية يقرأها شيعي في المصادر ما يمكن أن يأخذ فيها، يسأل عنها مرجع تقليدها. لذلك الرواية في المصدر الحديثي مثل الكلام الطبي في مصادر الطب، يمكن للإنسان يرجع لكتب طبية ويستعمل دواء؟ لا يمكن. إذن هذه مسألة مبتوتة عندنا.
شيء آخر، مصادرنا ومصا المحترمة لما ينقل في مدح الكافي، في مدح الكافي نعم، لكن يجوز للشيعي أن يعمل برواياته بدون مراجعة من يصحح ويضاعف مرجعه؟ لا. لذلك نحن نصر على إبقاء مصادرنا كما هي، كما وصلتنا من مئات السنين. كل مصادر الحديث السنية والشيعية يجب أن تبقى بغفها وسمينها، لأن ذلك ينفع المجتهد في عملية الاجتهاد. ونعتبر أن من مفاخر علماءنا الصدق، لأنهم رووا كل ما سجلوا، كل ما وصل إليهم وسجلوا. هناك فرق آخر أيضا في منهج التصحيح والتضعيف. في علماءنا منهجين، منهج التصحيح بوثاقة الراوي، ومنهج التصحيح بالوثوق بالصدور، وفرق بينهما. يعني منهج يقول لك إذا الرواة ثقات خلص أنا أقبل الحديث، منهج آخر يقول لا، لابد أن تطمئن بصدوره من النبي أو الإمام المعصوم، لابد أن تطمئن بصدوره. طيب الإطمئنان بالصدور هو عملية اجتهاد المجتهد. تطمئن بصدوره يمكن من وثاقة الرواة ومطمئنيت، يمكن من شواهد وقرائن تاريخية متعددة تطمئن بصحة الحديث. إذن رب حديث فيه سند من ناحية فنية تام، لكن لا يقبل لأنه المجتهد يرى أن هذا يعارض القرآن أو لأي شيء آخر. رحمة الله على السيد البرجردي من كبار مراجعنا، كان عنده هذا المنهج، لابد من الاطمئنان بالصدور. كان يقول، نقلوا لي عنه أنه يقول يمكن إذا شف لك 20-30 رواية تطمئن بأن المضمون، هذا المضمون صدر عن النبي صلى الله عليه وآله والإمام عليه السلام. هذا منهج أيضا فرق. هناك فرق آخر، أنه الرواة المشهورين بشكل عام، هذا تلاحظوا، وعفوا أكمل نقطة، أنه نحن نشترط وثاقة الراوي. في صاحب الوسائل وقلة يشترطون عدالة لكن وثاقة. ويتعجب عثمان الخميس أنه فاسدي المذهب ولهم كتب وهم ثقات. نعم، أنتم عندكم شيعة بالبخاري ومسلم 100 راوي شيعة رافضة وتقبلون عنهم، ما يمكنك تشترط العدالة. الوثاقة يعني أنه ما يكذبش. فإذا شرط الراوي أن يكون ثقة صادقا حتى لو كان مسيحي. الطبيب المسيحي نحن نأخذ بقوله، نعتبره ما دام ثقة. إذن شرط الوثاقة وليس شرط التدين ولا المذهب. هذا هو الرأي الصحيح في منهج الحديث. هناك فرق آخر أيضا عندنا في الرواة المشهورين. كل الرواة المشهورين ارجع إلى كتب الجرح والتعديل، تجد في الراوي الواحد قدح وذم ومدح، وفي 30 رأي، في بعضهم 40 رأي. طيب هذا الراوي كيف تحسبه؟ تحسبه ثقة موثق أو غير موثق؟ عندنا بعض الانتقائيين لما يريد يوثق حديث يشوف سلسلة السند، فلان عن فلان عن فلان، ها فلان والله وثقوا واحد خلص، ذاك وثقوا واحد خلص. طيب رادي يضاعف حديث، إذا راد يضعفه شوف من ضعف هذا الراوي، بنفس المصدر، بزيارة علام النبلاء، بتهذيب التهذيب، بغير نفسهم ضعفوا، ها ضعفوا، إذا خلص سقط الحديث. هذا يسموه انتقائية، ومع الأسف هذه الانتقائية موجودة عند إخواننا في الحديث، حتى أنه الآن معتبر في التصحيح والتضعيف الألباني. الثقاف ألف 3 أجزاء في تناقضات الألباني، حديث صححه في مكان ضعفه في مكان، راوي صححه في مكان ضعفه في مكان. نحن نرى أنه لابد في التصحيح والتضعيف أن تدرس مجموع ما قيل في الراوي دراسة أكاديمية. المجتهد شو طلع في نتيجة؟ يطلع بنتيجة أنه ثقة، يعتمد عليه، يعتمد عليه على طول. ويطلع أنه غير ثقة، لا. مثلا جابر بن يزيد الجعفي، جابر بن يزيد الجعفي وثق نحو 10 أئمة الجرح والتعديل عند السنة. طيب ليش ما تقبل توثيقهم؟ عندك جماعة رووا مثل حديث أنه كان الله في عماء، حديث العماء اللي يقول أنه كان الله وكان الهواء قبل الخلق، الله والهواء والسحاب قبل الخلق، يعني والمكان. طيب رواه أبو رزين العقيلي، واحد من المنتفق بدوي، والناس يقولوا عنه أعرابي، قبلته.
لأنه وما وثقه أحد. يمكن في ابن حبان وثقه، طيب هذا وثقوه كبار. تهذيب الكبال مثلا، المزي جلد 4 مجلد 4 صفحة 465، عن سفيان الثوري قال: إذا قال جابر حدثنا وأخبرنا فذاك. بعدين عن سفيان: كان جابر ورعا في الحديث، ما رأيت أورع في الحديث منه، جابر صدوق في الحديث. بعدين يقول زهير بن معاوية: من أصدق الناس. يقول الطنافسي عن وكيع: مهما شككتم في شيء فلا تشكوا في أن جابر ثقة. بعد يقول: سمعت الشافعي يقول: قال سفيان الثوري لشعبة: لئن تكلمت في جابر الجعفي لأتكلمن فيك. شافعي ينقل عن سفيان. بعد الترمذي يقول: سمعت الجارود يقول: سمعت وكيعا يقول: لولا جابر الجعفي لكان أهل الكوفة بغير حديث. يعني أبو الحديث في الكوفة، كما أن الإمام الصادق أبو المذاهب، هذا أبو الحديث. إذن ليش يتكلموا فيه؟ لأنه قالوا شيعي، لأنه كان يقول: حدثني وصي الأوصياء جعفر بن محمد صلوات الله عليه. هذه إذن في مثل جابر ابن يزيد الجعفي تطعن بالسيد الخوئي ليش وثقوا؟ نعم، من كبار الثقات. نعم، أدرس تاريخ زرارة، أدرس ما قيل له وعليه وقيم. ما يمكنك أن تأخذ جانب واحد وانتقائي، تأخذ لي توثيق لأبو رزين المعيدي العقيلي لأنه يقول الله يضحك وما أدري شو وتقبل وهذا ترفض، ما يمكن. إذن هذه مسألة مهمة في المتعارضات، موقفنا في مدح الراوي وذمه. لابد أن يقوم المجتهد بدراسة كل النصوص كأي أكاديمي يصل إلى رأي. بهذا المقياس عندنا جابر من كبار الثقات كما قال السيد الخوئي رحمه الله. شخصيا أعتبر أن جابر ابن يزيد الجعفي من أعمق العقليات، أعمق الرواة، عقلية عالية، روح شفافة، إيمان إزلال. بعدين روايات أنا أتبعها لأنها فيها المقام العظيم للنبي وأهل البيت عليهم السلام، من نوع زيارة الجامعة التي هي الملحمة، ملحمة مقامات النبي وآله ومشروعهم ودورهم في الكون والحياة. إذن جابر الجعفي يقول ربع مليون، هذا كلام تهريش. يعني روى ربع مليون، بس كم في رواياته في الكتب؟ الآن البخاري يقولون اختار من 500,000 البخاري، من 1.5 مليون. طيب كم له رواية جابر الجعفي في مجموع روايات الكتب الأربعة اللي عندنا، اللي هي 44,000 وكسر، له 324 رواية. إذن ما يمكن لنا أنه نتكلم بجابر بن يزيد الجعفي بسرعة. نعم، كان شديد، كان متمسك برأيه، كان شيعيا، كان يعتقد بعمق بولاية أهل البيت عليهم السلام، موضوع آخر. مسألة كلامه في الكافي أنه هذا مصدر حديثي تمدحونه، يعني كل ما فيه صحيح لا يرجع للفقهاء. راجعت كلامه عن أنه الكافي، ولا في رواية عن فاطمة، عجيب. شفت بالمجلد الأول 3-4 روايات عن فاطمة الزهراء، عجيبة. كيف يقول ولا رواية عن فاطمة؟ رأيت الكافي والله نقل لك هذا اللي بيسب الشيعة في السيتات. كثير في الروايات، منه هذه الرواية يقول عن الإمام الصادق عليه السلام: قال أبي، يعني الباقر، لجابر بن عبد الله الأنصاري: إن لي إليك حاجة. في الكافي 1527، وفي عدة روايات عن الزهراء سلام الله عليها. يقول بعدين قال سأله: يا جابر أخبرني عن اللوح الذي رأيته في يد أمي فاطمة عليها السلام بنت رسول الله، وما أخبرتك به أمي في ذلك اللوح مكتوب. قال جابر: أشهد بالله أني دخلت على أمك فاطمة في حياة رسول الله فهنيتها بولادة الحسين، ورأيت في يدها لوحا أخضر ظننت أنه من زمرد، ورأيت فيه كتابا أبيض شبه لون الشمس، فقلت لها: بأبي أنت وأمي يا بنت رسول الله، ما هذا اللوح؟ قالت: هذا لوح أهداه الله إلى رسول الله، فيه اسم أبي واسم بعلي واسم ابني واسم الأوصياء من ولدي، وأعطانيه ليبشرني بذلك، إلى آخر الرواية وغيرها وغيرها. إذن لا تستعجل يا عثمان، الشيخ عثمان. سابقا نقلت ومسجل بصوتك في البالتوك، واحد يقول سألني عن مصدر الرواية، قلت له في الوسائل هيك، قلت له في الوسائل في المجلد الفلاني بصوت مسجل. على مسلم
يروي رواية عن أهل البيت في مسلم ويضيف لها هو يحرفها ويضيف لها كلمة نعم. إذن نقولاتك ما يمكننا أن نعتمد عليها ولا يمكن لمسلم أن يعتمد عليها. إذن هذه أيضا ملاحظة. عندنا ملاحظة أخرى حول الإمام الصادق سلام الله عليه، هذه كتبت فيها هذه ملاحظة ثالثة. أولا مع الأسف أنه في هالبرنامج، مع أنه قدمت جوانب مضيئة حلوة عن الإمام الصادق سلام الله عليه، لكن بقيت جوانب أرجو أن تستوعب. الإمام الصادق أبو المذاهب، يعني مش شغلة شوية وغيرة، أبو المذاهب. طيب ليش تأسست المذاهب بعده؟ مالك ابن أنس كان يفتخر أنه رحت لجعفر بن محمد وأمر لي بوسادة. مالك ابن أنس كان بايع محمد بن عبد الله ابن الحسن وأفتى بالخروج معه وأكلها سجن وضرب. وبعد وفاة الإمام بسبع سنين بدأ مذهبه. أبو حنيفة مات ولم يعرف أن له مذهبا، بعدين أبو يوسف القاضي اللي سوى مذهب أبو حنيفة. بعد منا بكذا بزمن هارون الرشيد، بعد منا بأربعين سنة بخمسين سنة بمئة سنة مذاهب الأخرى. طيب ليش؟ ما هي قصة المذاهب؟ وأين ذهب مذهب أهل البيت عليهم السلام؟ هذه مسألة مهمة. عندنا الإخوان يقولون نحب الإمام جعفر الصادق إمامنا، أنا أقول يستعملون التقية. هؤلاء ليش يحبوه؟ والله أمس في البالتوك مثقفة سنية قالت لي والله ما بيحبوه، لأنه كان يتكلم عن ابن تيمية يكاد يبكي، يتكلم عن جعفر 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 جعفر. إذن أين الاحترام لمقام الإمام الصادق سلام الله عليه وعلمه تقول الإمام؟ عندنا نقطة أيضا أرجو أن يشير الاهتمام فيها. الشيخ عثمان يقول لك صدقني هذه مفيدة. نعم معايا. تفضل تفضل شيخ كريم تفضل. يعني تكون عن جعفر لعني. لا لا عندنا مسألة أرجوك خلينا في موضوع المناقشة خلص وكمل. لا مسألة عنده، مسألة عنده، مسألة عنده، مسألة عندك بالضبط. أول شيء أول شيء لاحظ أرجوكم لا تقرأ، ما ذكر ولا توثيق من الكلام الذي ذكر. كلام إن شاء الله. أرجوكم أقوله بعدين. لا بأس جاوبني بعدين. بعدين بعدين رد علي بعدين. بعدين رد علي بعدين. هذا عن كلامك الماضي. شيخ الكراني عندنا شيخ الكراني شيخ الكراني اسمعني الله يرضى عليك. الآن باقي لك دقيقتين، فاختار بماذا تريد أن تختم في الدقيقتين الباقي لك. كيف دقيقتين؟ أنت اللي الكلام اللي بالأول اللي تكلمته مع الأسدي والسيد محمد والجماعة هذا وحده. مضبوط مضبوط. فعشان كده بدينا بعدين، إحنا بدينا معاك 9:07 توقيتنا، فشلناه كله واتفقنا نبدأ 9:13 والآن 9:31، فبعد دقيقتين يكونوا فاتوا 20 في الكلام الصافي. أما الكلام الأول شلناه. أعطيني 3 الله يحفظك. خذ 3 ولا تزيد. فضل. شكرا. عندنا أجمع المسلمون على أن الإمام الصادق كان يعلم الغيب وأخبر بدولة بني العباس، لماذا لا يبحث؟ عندنا العلوم الطبيعية والجبر والكيمياء الغربيين اهتزولها، والدكتور الصغير الله يبارك فيه قدم جانب منها، لو تخصص لها ليلة هذه أيضا جيدة. عندنا كلام الشيخ عثمان الخميسي هزئ بالمتعة، المتعة فيها آية فما استمتعتم به منهن. المتعة البخاري يقول فيها في مجلد 5:58 نزلت آية المتعة في كتاب الله وفعلناها مع رسول الله ولم ينزل القرآن يحرمها ولم ينهى عنها حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء، يقولوا هي متعة الحج، وعمر قال متعتان كانت على عهد رسول الله وأحرمهما. عندنا مسألة أخرى، مسألة كربلاء والكعبة. كربلاء والكعبة طيب هو لم يطرحها رأسا، يجيب رواية أن كربلاء أفضل من الكعبة، إذا الشيعة عندهم كعبة أخرى. طيب تعال لي ابن حجر في فتح الباري 13/259 يقول وكون تربته صلى الله عليه وسلم وآله وسلم أفضل الترب لا نزاع فيه، وإنما النزاع هل يلزم من ذلك أن تكون المدينة أفضل من مكة أم لا؟ يعني إجماع المسلمين على أن تربة النبي صلى الله عليه وآله أفضل. بضعة مني تربة الحسين من تربته، ثم ماذا؟ مستهولين هذه المسألة وهذه العظمة. المرجع عندنا المرجع يا شيخ علي، المرجع المرجع كلام ابن حجر، المرجع كلام ابن حجر فتح الباري 13/259، وعم تأخذ من وقتي
راح أضيف يضيف للدكتور. يلا يقول وكون تربته وكون تربته أفضل الترب لا نزاع فيه، وإنما النزاع هل يلزم من ذلك أن تكون المدينة أفضل من مكة؟ لأن المجاور للشيء لو ثبت له جميع مزاياه لكان لما جاور ذلك المجاور نحو ذلك. وإحنا أهل البيت جزء من النبي، مقامهم حقهم دنيا وآخرة، حاولوا أن يفصلوهم عن النبي لن يستطيعوا. عندنا أيضا مسألة مراسم عاشوراء، روايات تحريف القرآن، عندنا مجموع اللي النقاط اللي ذكروها وما أعطونا فرصة أن نقول ما عندنا من العلم. فأنا أرجو وإن شاء الله هذا الاتفاق الجديد يكون نافعا وجيدا، أن الموضوع لما يطرح إذا فيه شبهة وإشكال من شخص المفروض أن يعطى الشخص الآخر الوقت الكافي للإجابة عليه. وإلا الآن أنا حاضر أني أطرح بخمس دقائق 30 إشكال أكف أطلع ابن تيمية وجماعته من الدين، ولازم أعطيهم مجال يدافعوا. هذا الوضع الطبيعي، وهذه هذا مطلبنا من المستقلة من سنة ونصف إلى الآن، أنه وجهت سهام كثيرة للتشيع ولمذهب أهل البيت عليهم السلام، ونحن نريد وقت أن ندافع. هذا هو، لا ضد المناظرة ولا نخاف من المناظرة ولا عندنا مشكلة مع المستقلة ولا مع السلفية. طيب. إذن حتى إخواننا السلفية حاضرين نتعايش معهم الآن، جاي نتعايش خاصة الآن في هالوضع الجديد والانفتاح الجديد وانفتاح المملكة وغيره وغيره، نحن نأمل بالخير، فلا نريد إثارات. طيب. إثارات علمية أهلا وسهلا، لكن طيب. لا تسفه رأيي وتمشي. طيب. أعطيني فرصة اسمع مني. طيب. شكرا لكم إخواني الأعزاء، وأنا آمل إن شاء الله بهالنمط الجديد من الإدارة دكتور أنه نصل إلى نتيجة أفضل إن شاء الله لعامة المسلمين وللناس جميعا، وشكرا. بارك الله فيك على هذه المساهمة، وإن شاء الله كل توقعاتك تكون بعون الله. هذا ما نجتهد فيه. عندنا مثل في المغرب العربي يقولوا يا شيخ الكولاني المتفرج فارس. طبعا الناس كتار لما يشوفوا إدارة الندوات هذه مع الجهابذة اللي معاي هنا في الاستوديو وفي التليفون، هو اجتهاد يعني بكل الإمكانيات بالساعة اللي أمامنا وغيرها حتى نوفي كل الشفافية وكل العدل والإنصاف ونفعل ما لا تفعله يمكن أي قناة أخرى في التقسيم وفي التضبيط وفي ضبط الأمور كلها على الملأ، ونجتهد إن شاء الله ربنا يوفقنا لما هو أحسن دائما وأفضل ما فيه الخير. أشكرك على مساهمتك. مشاهدي الكرام الآن نبدأ في تطبيق المنهج. تكلم علي كثير. أنا قش أرد. لحظة بس أنا جيك لحظة بس. أنا جيك خليها في الإجابة. تكلم علي. لحظة أنا كنت تكلمت وورد. أنا أرجوك يا أخنا. بالله دخلها في الجواب. أنا حجملكم. تكلم علي شخصيا. أنا حجملكم. دخلها في الجواب شوي. بالله الله يرضى عليكم. ساعدوني في هذه ما مشكلة. نبدأ الآن مشاهدي الكرام بتطبيق المنهج الذي اتفقنا عليه. إن السؤال الأول الذي سوف أعرض على أحد الأخوين هنا على يميني أن يبدأ بالإجابة عليه، فيختارهما من منهما يبدأ، هو كيف يتأكد الباحث طالب الحقيقة مهما كان دينه ولا مذهب من صحة الروايات المنسوبة إلى الإمام جعفر الصادق حتى يعتمدها ويأخذ بها ويناقشها؟ السؤال هذا هو السؤال اللي اتفقنا عليه الأول. نعم. فمن منكما أخ عايض والشيخ عثمان يريد أن يبدأ بالإجابة في مدة من 5 إلى 10 دقائق؟ خمس هو من 5 إلى 10، المهم لا تزيد عن 10 دقائق. والرد على هذه إذا قدرت دخلها في الموضوع أرجوك في هذه، أنت تكلمت وهو أعطيته فرصة عشان يرد، حاول تجعل لها مجال ضمن 10 دقائق. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين، أما بعد. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا إلى ما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. في الكلمة التي تقدم بها علي الكوراني عن حديث جعفر الصادق رضي الله عنه ورحمه، تؤكد القضية التي طرحناها ابتداء في سؤالنا الكبير الذي لم نسمع له إجابة إلى الآن، من أين تأخذون دينكم؟ ذكرنا
أن من أين يؤخذ الدين أو من أين الإخوان المشاركين؟ كل المسلمين من أين يأخذون دينهم؟ أنا ما قلت شيعة ولا قلت لا فهمت لا قصد هذا القصد بس نعم طيب فتؤكد هذه القضية. وأنتم سمعتم الآن مثلا القول بأنه يمكن يكون حديث صحيحا، يعني عند مرجع الآن السابق عنده هذا الحديث صحيح، المرجع الحالي لا يرى أن الحديث ضعيف، المرجع اللاحق يرى أن الحديث صحيح، وهكذا دواليك. لا يدري الناس أين يضعون أرجلهم، أين القواعد، أين القواعد التي يحكم بها على أن هذا الحديث صحيح ثابت عن جعفر الصادق رضي الله عنه أو غيره من آبائه أو أبنائه؟ كيف نعرف أن هذا الحديث فقط صحيح ويكون صحيحا إلى أبد الآبدين؟ لماذا يتغير يكون سنة صحيحا وسنة ضعيفا وسنة صحيحا وسنة ضعيفا؟ لماذا يكون كذلك؟ ولذلك من غرائب الأمور، وهذه تؤكد ما ذكرناه في السابق، وهو وجود التضاربات ووجود اختلافات في هذه الأمور. الآن سمعتم من الدكتور الكوراني يقول إن هذه الأحاديث تقبل ولو كان الراوي مسيحيا، يمكن أن يكون ثقة ويقبل حديثه ولو كان مسيحيا، فليكن يهوديا، فليكن مجوسيا، فليكن بوذيا، فليكن على أي دين يقبل حديثه. هذا لا يقول به مسلم أبدا. بإجماع المسلمين أنه يشترط لصحة الحديث أن يكون الراوي مسلما، لا يمكن أبدا. ولذلك ذكر أن من آل البيت الملكة إليزابيث، والآن يذكر أن راوي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يكون مسيحي ويكون ثقة في حديثه. وذكر كلام في زرارة وأنه ثقة. زرارة ذكرنا كلام علماء الجرح والتعديل في زرارة نفسه، وذكرنا نقلا عن جعفر الصادق رضي الله عنه أنه يقول لعن الله زرارة، لعن الله زرارة، لعن الله زرارة، ولعن بريدا العجلي، بريد ابن معاوية، ولعن مسلم محمد بن مسلم الطائفي. وزرارة يضرط في لحيته ويقول لا يفلح أبدا عن الإمام الصادق، كفر على مذهب الاثني عشرية، ومع هذا يقبل زرارة على أنه ثقة من أكبر الرواة. يقول يقلدون المراجع في التصحيح والتضعيف. الذي أعرفه من مذهب الشيعة الاثني عشرية أن التقليد في الفقه لا في العقيدة، فكيف يقلدونهم في تصحيح حديث العقيدة؟ التقليد في الفقه ليس في العقيدة. يقول أحاديث فاطمة، نحن قلنا وما زلنا نقول ليس لفاطمة حديث في رواية في الكافي، أنا ما زلت أقول هذا، وإن ذكر هذه الرواية التي ذكرها، وذلك أن هذه موقوفات. أين حديثها عن أبيها؟ أين روايتها؟ أنا قلت لم تكن لها رواية في الكافي، لا توجد لفاطمة رواية في الكافي، أيضا أقول هذا متواضعا بحسب علمي، لا لم أجد رواية لفاطمة عن أبيها، رواية لا أثر لا موقوف لا كلامها هي، أريد رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أريد عن صاحب الشريعة صلوات الله وسلامه عليه، لم أجد، فليخرجوا لنا ذلك. نحن قلنا ونعيد ونكرر، ليست هناك منهجية لمعرفة الحديث الصحيح من الحديث الضعيف، تضارب في الأقوال، تضارب في الروايات، وهذا يؤكد لنا أن المسألة فوضى. هذا هشام ابن الحكم يقول عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان المغيرة بن سعيد يتعمد الكذب على أبي، يعني على جعفر، على الباقر رحمه الله تعالى، يقول ويأخذ كتب أصحابه، وكان أصحابه المستترون بأصحاب أبي يأخذون الكتب من أصحاب أبي فيدفعونها إلى المغيرة، فكان أي المغيرة يدس فيها الكفرة والزندقة ويسندها إلى أبي، ثم يدفعها إلى أصحابه ويأمرهم أن يبثوها في الشيعة، فكلما كان في كتب أصحاب أبي من الغلو فذاك ما دسه المغيرة بن سعيد في كتبهم. فوضى، ضائع الحديث، الحديث التي دسها المغيرة لا تعرف. وهذه الرواية في اختيار معرفة الرجال للطوسي الجزء الثاني صفحة 91 و400. وقد ذكرنا تأكيدا لهذا ما جاء في الكافي عن أبي جعفر الثاني، سئل
جعلت في ذاك إن مشايخنا رووا عن أبي جعفر وأبي عبد الله وكانت التقية شديدة فكتموا كتبهم ولم تروى عنهم فلما ماتوا صارت الكتب إلينا فقال حدثوا بها فإنها حق. قد تكون هذه حادث المغيرة بن سعيد، كيف تكون حق؟ أليست تمحص؟ أدخل المغيرة بن سعيد عليهم كثيرا من الحديث الذي ليس هو بحديث جعفر ولا بحديث الباقر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. أنا أسأل الآن، أين أحاديث علي رضي الله عنه؟ ما كانت هناك تقية في زمن علي رضي الله، كان الخليفة رضي الله عنه، أين أحاديثه؟ أين الرواة عنه؟ أين أحاديث الحسن؟ أين أحاديث الحسين؟ لم تكن هناك تقية. أين أحاديث علي زين العابدين؟ أين أحاديث محمد الباقر؟ لماذا الصادق بالذات رضي الله عنه وأرضاه؟ أتدرون لماذا؟ لأن جميع الرواة الذين ذكرنا هم من أهل الكوفة وهو من أهل المدينة. بالله عليكم، كيف يكون الصادق رضي الله عنه من أهل المدينة مولدا وسكنا وإقامة وحياة ووفاة ثم لا يروى عنه إلا من أهل الكوفة الذين اتهموا في دينهم في ذاك الزمان؟ الرواة، نعم قلت الرواة، أنا الآن أتكلم عن الرواة. فالقصد أن الأمر فوضى، ولذلك كتب الرجال التي يعني رويت في هذا الأمر لا توجد كتب رجال تمحص الروايات، لا توجد كتب رجال تمحص الروايات. أول من ألف في الرجال حسب علمي القاصر الكشي، كل الرجال الذين روى لهم 20 و500، أقوال متضاربة في زرارة، في محمد بن مسلم، في بريد، في الأحول، وفي أبي بصير، وفي غيرهم من كبار الرواة، كافر مشرك ثم تقي نقي، زنديق أوثق أصحابنا، وهكذا مما يشبه هذه الروايات. كيف نصل إلى حديث جعفر رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه؟ ولذلك لا تجد في هذه الكتب لا كتاب الكشي ولا الطوسي، والطوسي له كتابان، بل إن كتاب الكشي أصلا هو اختصار الطوسي واختياره، ولا كتب الحلي ولا كتب ابن داود ولا غيرهم والنجاشي، لا تجد شيئا يعني يثلج الصدر وينعم العين من روايات أحاديثهم، ولذلك لا تجد منهجا علميا رصينا يمكن أن يثبت. عندنا نحن معاشر أهل السنة يوجد منهج، الحديث الصحيح ما رواه العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، ثم الحديث الحسن ما قل ضبط الراوي فيه، ويمشي هذا على سائر الحديث حتى حديث الصحيحين. ولذلك ما زعمه بالأمس الدكتور، أنا دائما أقول له الدكتور، يقول لست دكتورا، الشيخ حسين الأسدي، ما ذكره أمس من أن ابن أبي أويس، إسماعيل ابن أبي أويس روى له البخاري، البخاري لم يروي له منفردا إلا حديثين فقط، وكل الروايات التي رواها له البخاري غير ذلك مقرونا بغيره، انفرد بحديثين بل لم ينفرد بهما، وإنما انفرد بروايته عن مالك خاله رضي الله عنه ورحمه، حديثان فقط. ومع هذا البخاري رجع إلى أصوله، ما في مشكلة، أقول لك بس نعم. تنبيه دقيقة. فالقصد الذي أريد أن أقول أن القوم ليس عندهم أصول ولا قواعد في معرفة الحديث الصحيح من الحديث الضعيف ولا في كتب الرجال، وأضرب مثالا على ذلك من الكتب. الآن كتاب السقيفة لسليم ابن قيس، عبد الحسين الموسوي المرجع الشيعي يقول ليس بين جميع الشيعة ممن حمل العلم أو رواه من الأئمة خلاف في أن كتاب سليم بن قيس أصل من كتب الأصول التي رواها أهل العلم، وهو من الأصول التي ترجع إليها الشيعة وتعول عليها. بينما هاشم معروف الحسين يقول سليم بن قيس من المشبوهين المتهمين بالكذب، وهذا في كتابه الموضوعات في الآثار والأخبار 84 و100. مشكلة لا نستطيع من خلالها أن نعرف صحة الأحاديث، صحة الأحاديث. آخر جملة، هذه آخر جملة، انتهى وقت صح. آخر يعني كمل النقطة اللي أنت فيها، الجملة اللي أنت فيها، أنا ذكرت دقيقة والآن فات دقيقة، فإذا تحب تكمل الجملة اللي أنت كنت فيها، لا نعرف إيش قلت.
خلص وقتك. لا سمحت أمشي. قلت لا نعرف إيه. أنت ما أعطيت فراني دقيقة زيادة. ما مشكلة أنا أعطيتك أنا بيت الدقيقة. أنا لا أريد دقيقة زيادة. أنا أريد أن أقول كلمة. انظروا من أين تأخذون دينكم. طيب. من أين تعرفون صحة الحديث صحة ما روية عن جعفر من ضعف ذلك والله أعلم. طيب الآن في الفريق الأول أشكرك على جوابك على جوابك على السؤال ضمن العشر دقائق مشاهدي الكرام. وذكركم إذن بالسؤال الأول اللي هو كيف يعرف الباحث العلمي اللي مهتم بتراث الإمام جعفر الصادق أن الروايات المنسوبة إليه صحيحة أو مكذوبة. عندنا فريق من الإخوان من الباحثين المتخصصين أيضا في تراث جعفر الصادق اللي هما السيد محمد الموسوي والشيخ حسين الأسدي والشيخ علي الكوراني بالهاتف. مداخلته الأولى هذيك المداخلة كانت تعليق على أمور سابقة. فالآن أنا أيضا وهذا رد على الأخ اللي بعث لي من المملكة سترشح لي ثلاثة أسماء آخرين قال لي ادعوهم. نحب نقول للإخوان أنه أنا فوضت الإخوان بمعرفتهم وعلمهم هنا تشاور مع السيد محمد الموسوي أساسا في الفريق اللي شارك من هنا ومعنا الشيخ الكوراني أيضا كلما تتاح فرصة الحديث بالهاتف نتشاور. فأنا كما طلبت من الإخوان هنا أن يختاروا من يبدأ. أنتم ما تعتبروا أن عندكم فريق ولا فيه الشيخ الكوراني والأخ الأسدي والسيد الموسوي قولوا لي خلينا على الوايت شوت الله يكرمك استاذ مخلص في اللحظة دي بس من تريد منكم الثلاثة أن يبدأ بالجواب على السؤال؟ أنتم اختاروا حددوا لي سيد الموسوي أنت نقول مدير الفريق فقول لي من منكم تريد أن يبدأ؟ نعم خلي الدكتور يبدأ السيد الموسوي يبدأ وعندك معاكم السيد الكوراني على الهاتف الشيخ الكوراني عشان تحطوه معاكم في الحساب. أنا خليني آخر شيء. طيب أوكي تفضل تفضل الدكتور الموسوي إذا نحسب الآن تفضل. الشيخنا الكوراني تبون تبدأون حضراتكم؟ توقين واخط الشيخ الكوراني تفضل. تفضل سيدنا أبناء رسول الله أبناء رسول الله أحبهم وأقدمهم على نفسي تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الخطاب موجه لجماهير المسلمين لعامتهم وخاصتهم ولذلك ينبغي أن تستخدم المصطلحات التي يفهمها عموم المسلمين من الشباب والطلاب وعموم الناس. السؤال مهم جدا من أين نأخذ تراث الإمام جعفر الصادق عليه السلام؟ كيف نمحص المرويات عنه عليه السلام؟ وهذا سؤال أساسي وضروري ولا يقف عند هذا الحد بل يأخذنا إلى سؤال أكثر أهمية وهو كيف نمحص المرويات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لأن الإمام الصادق عليه السلام لم يأتي بشيء من عنده وإنما نقل علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي توارثه عن آبائه الطاهرين سالفا عن سالف. السؤال هو الطريقية كيف تثق أنت كمسلم؟ الجواب واضح وهو بتمحيص الأحاديث المروية بدراسة رواتها واحدا بعد آخر. فمن كان ثقة تكون روايته مختلفة عن من كان غير ثقة. من كان معروف بالكذب لا تؤخذ روايته. الأحاديث المروية يقسمها علماء الحديث إلى صحيح، حسن، موثق، ضعيف. هناك مصطلح لدراسة كل حديث وقضية رأي المجتهد ليست قضية يقول بها المجتهد من عندياته. المجتهد إنما يدرس سلسلة رواة الحديث واحدا بعد آخر فيرى أن هذه السلسلة يمكن الوثوق بها أو الوثوق بصدور الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام المعصوم عليه السلام. إنما يختلف المجتهدون في توثيق أو عدم توثيق حديث وحديث آخر في اجتهادهم في معرفة الرجال. لأن هناك فرقا كبيرا بيننا نحن أتباع أهل البيت وبين غيرنا بأن الاجتهاد عندنا بابه كان ولا يزال وسيبقى مفتوحا. بضمن ذلك علم الرجال
علماؤنا لا يقفون عاجزين أمام اجتهادات السابقين، بل علماؤنا المجتهدون يجتهدون حتى في علم الرجال. ولذلك كثير من الأقوال اللي ذكرها المتحدثون السابقون في تضعيف أحد الرجال بناء على قول الكشي مثلا أو النجاشي مثلا أو غيرهما، المجتهد يأتي فيدرس كل الأدلة وبعد ذلك يقول قوله في أن هذا الراوي ثقة أم غير ثقة. علماء الحديث عندنا علماء جمعوا الأحاديث ومحصوها، ولا زالت عملية تمحيص الأحاديث عندنا قائمة إلى اليوم، وكل مجتهدين يمحصون الأحاديث تمحيصا دقيقا ولا يأخذون حديثا أخذا كتقليد أعمى للسابقين. وهذه من جوانب قوة هذا المذهب الحق ومن عوامل حيويته أن باب الاجتهاد فيه مفتوح والبحث العلمي فيه متوفر دائما دون التوقف عند اجتهاد أحد السابقين. من ميزات أتباع أهل البيت أنهم لا يرون كتابا بعد كتاب الله صحيحا بكل كلمة فيه كما يزعم أو كما يعتقد وكما يقول غيرنا بأن مثلا كتاب البخاري كل ما فيه صحيح أو مسلم كل ما فيه صحيح. هذه المقولة عندنا مرفوضة، لأن البخاري كان رجلا وعلماء هذا العصر أيضا رجال، كما كان البخاري عقل ودراية. علماء هذا العصر الكبار المجتهدون الكبار أيضا لهم ملكات وكفاءات كبيرة جدا، فلا نحصر العلم عند طبقة قبل 1000 عام ونبقى نجتر ما قاله السابقون. وقضية تمحيص التراث قضية حقيقة أساسية جدا، واليوم الإسلام يهاجم من قبل أعداء الإسلام، وأنا أقول ذلك لأني شهدت مناظرات، كما شهدت مناظرة في الفاتيكان سنة 1494 هجرية 1994 ميلادي، نعم 1994 ميلادي في الشهر 12 عندما تحاورنا مع باب الفاتيكان. لكن قبل الحوار معه، قبل اللقاء مع الفاتيكان، كان هناك حوار مع بعض مساعديه، ورأينا كيف في هذا الحوار وغيره كيف أن الإسلام يهاجم من قبل الآخرين من خلال ثغرات في الكتب الحديثية في أحاديث دسها الرواة وهي متناقضة مع القرآن الكريم وبالتالي مع العقل السليم. إذا أردت أن تأخذ بعض الأمثلة أيها الأخ الكريم المشاهد والمشاهدة، بقي 3 دقائق أقول باختصار في البخاري حديث يتهم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو خير الخلق على الإطلاق، يتهمه بأنه كان يفكر بالانتحار. وهذا الحديث موجود في البخاري الجزء 9 كتاب التعبير. صور نبي يفكر بالانتحار، يريد أن يلقي نفسه من شاهق، وهذا افتراء على النبي صلى الله عليه وسلم، موجود في البخاري. ينبغي أن يعاد النظر ويمحص ما في هذه الكتب، ولا قدسية إلا للقرآن الكريم، كتاب الله هو الكتاب المقدس، أما غير كتاب الله فالرجال رجال رووا ما اعتقدوا أنه صحيح وقد يكون خاطئ، فليس اعتقادهم هو حجة من الله تبارك وتعالى. حديث آخر أيضا في البخاري بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول واقفا في الأزقة، وهذا شيء
لو يفعله صبي صغير نقول أنه غير مهذب وغير مؤدب. كيف تتهم هذه الشخصية الكبرى الذي قال الله تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم بهذه الفرية وهذه التهمة؟ في البخاري أيضا موجود تهم أخرى بأن النبي ينسى، بأن النبي يسهو في صلاته، بأن النبي يصلي مجنبا، وهكذا ترى أن كتب الحديث فيها الغث والسمين. لا بد للأمة الإسلامية ولا بد للمخلصين أن يرفعوا شعار تمحيص المرويات، لا بد أن تمحص المرويات، وليس هناك مقدس إلا الكتاب، كتاب الله، كل ما خالف كتاب الله يلقى عرض الجدار، وهذا ما علمنا إياه الصادق عليه السلام. أريد أن أختم بأن أسماء الخميس ذكر أمس واليوم أيضا كرر بأن الكافي ليس فيه حديث واحد عن فاطمة الزهراء، وهذا ادعاء أسف أن أقول أنه كاذب، لأن هناك 25 حديث عن فاطمة الزهراء في الكافي. مثال قال أيضا، اسمح لي أنا ما عندي وقت، قال أيضا هناك عن الجواد حديث واحد، وهذا فاكس جاءنا من مؤلف كتاب عن الإمام الجواد وهو السيد محمد القزويني الحسيني، مؤلف موسوعة أحاديث الجواد، يقول في الكافي، هو أحصى في الكافي أحاديث عن الجواد عليه السلام 200 حديث فقط، 200 حديث، 96 منها فقط، 200 حديث 16,000 دكتور اسمح لي، لا لا سيد مسلم انتهى الوقت، فكمل العبارة اللي تقول فيها. العبارة فقط أقول أن الإمام الجواد له في الكافي 200 أو قال أكثر من 200 حديث. الإمام الهادي اللي قال عنه عثمان الخميس ليس عنه حديث واحد، هناك 100 رواية في الكافي عن الإمام الهادي. العسكري اللي ادعى عثمان الخميس أنه عنه 7 أحاديث أيضا الموسوعة تثبت أن في الكافي أكثر من 50 حديث عن الإمام العسكري. أقول إذا سقطت أماكنها موجودة عندي هذا الوقت طويل، كلها موجودة في الأجزاء والصفحات، لكن إذا سقطت المصداقية وأخذنا نكذب في النقل، فأين أين الثقة فيما نقول؟ نحن اتفقنا الآن ثانية مخطئ يا عثمان، اتفقنا ثانية أن نبدأ بداية جديدة وأن لا نستشهد إلا بالروايات الصادقة. سيد المستوي أشكرك جزيل الشكر، حضرتك الآن أنت يعني هذه من ناحية المنهجية مضبوط، أنا أرى من عندك أنت هذه المعطى، وأرى هنا إحصائيات بحوث وروايات، فأنا الآن إيش أطلب منكم؟ الآن عندي هنا كل الروايات اللي ذكرها من المصدر، وهنا انت اعطيك رقم صفحات مضبوط، وانت هنا فيها بالمجمل ان اراد فلينظر الكافي 197 مش مجمل مفصل، هذا انا اقرا لك الصفحات. لا 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 اسمح لي رقم الصفحه، لا لا اسمح لي بس والمجلد، انا قصدي اطلع كل منكم اذا تحبوا على نعطيه الاحصائيه تبع الاخر احسن، هو في كلام في الوقت لانه مازال عندنا الاخ الاسد يحب يتكلم عنده فرصه بالكلام والأخ عادل الدوسري، فأنا قصدي كل واحد يجيب رواياته ومصادره ونحاول إن شاء الله نمحصها من ناحية علمية وأكاديمية. لحد الآن الحوار ماشي طيب وكل واحد يتكلم في مجاله، وبشكل عام أنا لاحظت حتى الأخ الشيخ علي الكوراني قال الشيخ عثمان الخميس، ولاحظت الأستاذ الشيخ عثمان الخميس قال الدكتور علي الكوراني والشيخ قال، وقال أيضا الدكتور علي الكوراني قال الدكتور حسين الأسدي وقال لا لا استعمل علي الكوراني أنا سجلت وأقول علي الكوراني شوف قال الاثنين قال الاثنين وهو يقول عثمان قال الاثنين لا 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 يعني هو استعمل الاثنين أنا ما عندي تقية ولا عندي نفاق سيده لا 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 أنا سجلت هو استعمل الاثنين لا تقول عن التقية باي لحظة يا أخي خلنا نقول كلمة طيبة أنا ما أتكلم يا أخي أنا بالراحة أنا سجلت لما الكلام جاري تسمعني لما الكلام جاري يا أخي الأسدي سجلت مرة من الشيخ الكوراني قال الشيخ عثمان الخميس قال ورد عليه عجبتني كتبتها في ورقة في أثناء كلام الشيخ عثمان الخميس قال مرة علي الكوراني لكن سجلته مرة قال الدكتور علي الكوراني عجبتني برضو سجلتها لما أشار لك أنت قال الدكتور الأسدي أو الشيخ الأسدي عجبتني أنا شاعر أنه زي ما قال لك هذا الدوسري امبارح إحنا أيضا الطلاب يشوفوا في هالندوة والشبان فيشوفوا برضو مع أهمية الموضوعات قواعد حلوة صحيح. في الأدب في أدب صحيح. الحوار وهنيكم عليها وأحثكم عليها جميعا إن شاء الله في مخاطبة بعضكم بعضا. والآن جاء دور الأستاذ عايض الدوسري للإجابة على السؤال الأول
اللي اتفقنا عليه جميعا. فاكر سؤال كيف نتأكد من نسبة الروايات المنسوبة من صحة الروايات المنسوبة للإمام جعفر الصادق في ضوء السؤال أساسا في ضوء ما قيل حتى يكون في تفاعل في الحديث بين المشاركين جميعا. تفضل يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لقول الحق. جو الحوار جميل ولذلك أشرع فيه مباشرة. قبل ذلك أعقب بتعقيبات بسيطة. حينما نعلم أن الكافي فيه 16,000 رواية ويكون لفاطمة رضي الله عنها إن سلمنا بذلك مجرد 25 رواية من خلال 16,000 رواية، فوالله هذه مصيبة. ويكون للإمام المعصوم الجواد فقط 200 رواية ويكون للهادي 100 رواية، فهذه مصيبة كبيرة جدا حينما يكون عندنا موسوعة ضخمة فيها أكثر من 16,000 حديث لا يكون فيه نصيب ومقدار ومكانة فاطمة إلا 25 حديث. قضية انتحار النبي عليه الصلاة والسلام ذكر العلماء من ضمنهم الخلال أن هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وإنما هو من كلام الزهري وليس بمسند. قال التفكير أنه هم مش أنه انتحار البخاري هو حتى سيد الموسوي قال أنه هم أو فكر ما قالش انتحار عشان الناس اللي جوا الآن ما ينتبهوا للغلط. هو قال انتحار حبيت صح لك عايز أنا فهمت أنا فقص الهم التفكير ليست مسندة ما قاطعناكم يا أخوان في البخاري موجود. طيب ما قاطعناكم يا أخوان هذا من وقتي يا شيخ. تفضل يا اخي. الله يبارك فيك. طيب ذكر الاستاذ علي الكوراني انه يحرص على الوحده الاسلاميه ونقول والله اننا لصادقون في الحرص عليها ونتمنى منه ان لا يؤلف الكتب التي تطعن في الصحابه ويؤجج مشاعر اهل السنه والجماعه ويجعلهم غاضبون، لانني والله لو طعن اي انسان في اب سني لن يكون غضبه يعني اشد من طعنه في عمر رضي الله عنه و كتابه تدوين القرآن طعن في عمر رضي الله عنه وقال فيه كلاما والله لن أقوله أمام المستمعين. فنريد وحدة صادقة، لا نريد أن نقول أمام الكاميرا شيء وخلف الكاميرا شيء آخر. نرجع إلى موضوعنا، كيف يمكن أن نميز الروايات الصحيحة لجعفر الصادق ولآل البيت رضوان الله عليهم؟ أنا أرى ثلاثة أمور. أول شيء لا بد هناك من ضبط لعلم المصطلح وعلم الرجال وعلم الجرح والتعديل، وقد تفضل الشيخ عثمان الله يحفظه ببيان هذه المسألة. أنا أقول أيضا من الشروط لابد أن تكون الرواية غير مصادمة لأصول الإسلام، كأن يكون فيها غلو أو طعن في القرآن الكريم، أن لا تكون في هذه الرواية مصادمة لا تكون مصادمة لوحدة المسلمين. أيضا يجب أن نعظم العلماء المصلحين الذين ينقون التراث. قال الأستاذ علي الكوراني أن صحة الحديث فيها اختلاف في المدارس، فيمكن أن تعرف بثقة الرواة أو الاطمئنان بصدورها عن المعصوم. كيف؟ الوثوق بالصدور. أي نعم، الوثوق بالصدور. طيب أقول مر معنا بالأمس أن الرجال لا تنظر في الشاشة اللي أمامنا هناك. طيب أقول مر معنا بالأمس أن المرجع الشيعي الكبير الخوئي أبو القاسم الخوئي وثق رجال رواية فيها طعن صريح في القرآن وسلامة القرآن. إذن هو الآن الكوراني بيّن لنا أن ثقة الرواية عن طريقين، إما عن طريق ثقة الرواة أو الاطمئنان بصدورها. إذن الآن الخوئي يرى، طبعا هو قلنا سابقا أنه لا يرى قضية قال أن تحريف القرآن خرافة، مع أن المرجع الكبير الأصفهاني رد على الخوئي وقال هذه ليست خرافة وهذا مجازفة في الكلام. الآن سأتي لك بكتابه. فأقول إذن هو وثق الرواة. الآن سأتي بالكتاب لا تستعجل. طيب أقول أنه وثق، طلع لك الكتاب. إيه مو نعرف مين هو المرجع، تكلم عن شخص ما نعرفه. لمحات صح ولا لمحات؟ راح حول القرآن. هذه الأصفهاني خلاص. مو مرجع ولا كبير. آية الله العظمى. آية الله. هو يكتب قدام اسمه آية الله العظمى. وكم غيره ألف واحد. يا دكتور لو سمحت. هو اسمه سماحة آية الله العظمى السيد العلامة
بصراحه مش عارف الفاني الاصفهاني الفاني الفاني الاصفهاني لو سمحت يا دكتور حتى نتابع الكلام فاقول انه وثق روايات تحريف القران طبعا انا اشهد الروايات مش الروايات اي نعم وثق الروايات اي نعم اي نعم, أي نعم. فانا اقول اشهد لله ان اي كلام ينسب لجعفر الصادق او ال البيت رضوان الله عليهم تحريف القران فوالله هم منها براء اذا هم هو وثق الرواة الامر الثاني انه قال كلاما واسمعوه بانفسكم حيث قال من قال الخوئي الامام الخوئي رحمه الله عليه نعم اي نعم قال ان كثره الروايات يقصد روايه التحريف تورث القطع بصدور بعضها عن المعصومين ولا اقل من الاطمئنان لذلك وفيها ما روي بطريق معتبر اذا صفحه اكمل العباره اكمل العباره طيب انا عندي العباره هذه لا طلع اذا جاء دورك ما اعرف وين هو صفحه 226 فانا اقول اذا الخوئي ذكر مع اضطرابه في قضيه نفي التحريف يوثق الرواه ثم يقول انها صدرت بطريق معتبر انا اقول هل يرضي الشيعة اخواننا وجميع المسلمين ان يطعن في كتاب الله اليس كتاب الله سبحانه وتعالى هو الثقل الاكبر اليس كتاب الله سبحانه وتعالى هو محل اجماعنا انا اقول لكل اخ لديه هذا الكتاب هذا لا اظن بيت شيعي يخلو من هذا الكتاب مفتاح الجنان مفاتيح الجنان افتحوا صفحة 66 أعمال نهار الجمعة يقول العمل السابع افتحوا يا إخوان وأنا قد أكون مخطئ في النقل افتحوا معي ولا تأخذوا مني شيء إلا وأنتم تفتحون معي قال أن يقرأ سورة قل يا أيها الكافرون قبل طلوع الشمس 10 مرات ثم يدعو ليستجاب له إلى أن قال ثم إذا فرغ من الصلاة أخذ في قراءة سورة إنا أنزلناه واعلم أن لقراءة آية الكرسي على التنزيل في يوم الجمعة فضلا كثيرا يقول في الهامش قال العلامة المجلسي آية الكرسي على التنزيل على رواية علي بن إبراهيم والكليني هي كما يلي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم هذه الرواية وثق رجال الخوئي صححها المجلسي وصححها الجزائري هذه الرواية الكرسي واضح فأنا أقول وهذا آية الله الأصفهاني وهو مرجع يقول قد نشأ القول بالتحريف استنادا إلى الأخبار واستظهارا منها بس هذا مو حديث فالقول في الأخبار هذا أخبار في الأخبار التبرغ في الأخبار تصحيح بس صحيح البخاري صحيح البخاري ذكر صحيح البخاري وما خطأ أستاذ هذا مصحح وقف هذا مصحح احنا اتفقنا أن موضوع تحريف القرآن إلى حلقة خاصة أقول إلى حلقة خاصة ليش احنا نخرج عن الموضوع صحيح أو لا أوكي لحظة هو الآن رد عليه أنا هذا أعتبره غير ضبط الحوار أنتم اتفقتم أنه نضبط الحوار هو الآن رد علي قال لي يتكلم عن اضطراب الروايات عن اضطراب الروايات ما يخالف يأتي في بحث تحريف القرآن وليذكر هذه الروايات طيب يا تحريف القرآن لا هم صحيح هذا مو صحيح لا تتكلم عن هذا لا ما في هروب يوم ثالث احنا القرآن هذا مو صحيح انا ما طلعت طيب الاستاذ انت مش قلت ملاحظه استنى اسمع كلام تفضل برح تفضل لا حول ولا قوه الا بالله شو نتكلم كان نتكلم على شيء لا بجمع خو ما معقول هونوا علينا وعلى صار بالتحريف يا جماعه هونوا علينا هو الان قال لي الشيخ الموسوي يتكلم في حديث البخاري وفصل فيها في موضوع الروايه صح ولا لا حديث البول انت حار ذكرها فقال حبيت نقول انه فيه روايات مضطربه غير منطقيه قال لي هذا كلام اقول له ايش رد علي التحريف مضبوط اسمعني يحكي عن تحريف الروايه هو الان لما قال لي اسمعني دلوقتي احنا قاعدين نضيع في وقتك عشان حنجيك على الوقت الان انت شيخ القران هو الان قال لي اسمعني بس يا اخي العايش يا عايش يا اخي اسمعني مش قضيه الان لما السيد الموسوي يوجد بحث التحريف وناقش بحث التحريف بالتفصيل لما السيد الموسوي يركز الكلام كله على امام البخاري عن مرويات البخاري هل انا عارف كلام وش دخل الانتحار التحريف التحريف دخل الانتحار يا اخي اذا اسمعني هو الكلام لحظه اذا الكلام في الروايات متداخل شويه لا هذا موضوع ثاني هذا موضوع ثاني انت ما اعترضت على شيء يا اخي انت ما اعترضت على السيد الموسوي يا اخي 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 يا اخ
نرجع للموضوع. يا اخلس يا اخلس انت ما اعترضت على يا دكتور، انت ما اعترضت على اخي الموسوي لما قال يا دكتور هو على الحديث في البخاري كله، الحديث عن المرويات المتضاربه غير لماذا يخرج عن نعمل حل وسط بدل مذيع نقاش عليه. اسمعني اسمعني ساعدني، منهج هذا ساعدني خلينا نقول كلمه، ساعدني خلينا نقول كلمه، ساعدني اسالك بالله انت ساعد. تفضل تفضل يا اخي الدوسري، الله يكرمك في الدنيا وفي الاخره. اذا طلعت انت والحاضرين اذا خرجت خارج قضيه الاخبار والروايات، اقول الاخبار والروايات في المنهج، عد الله في المنهج. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك، تكلم في المنهج مو في الروايات. انا معك يا اخي علي، ليه تكلم بالمنهج؟ حتى سيد المسلمين حتى سيد المسلمين أنا جبنا في الحديث كله، خلي يجيب الرواية خلي يكمل وقته وتكلم. هذا هروب، هذا أنه هروب ولا ينبغي. يا سيد المسلمين آخر من يهرب أنا، آخر من يهرب أنا، أنا ما أهرب، لكن أنا أقول ضبط الحوار في المنهج. حتى تنتهي الحق لك، تفضل اسمع، تفضل خلي يكلمني بس لا يخرج منه. أرجوك لا يخرج منه، أرجوك لا تولد رواية في هذا وفي غيره إلا وأنت ربطها بالسؤال الرئيسي اللي هو كيف نعرف رواية صحيحة ورواية خطأ. وهذا الذي قلت. إذن 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 قلت أن تحريف القرآن أمر منكر، ومع ذلك روي بأسانيد رجالها ثقات، ومطمون مطمئن إلى مضامينها أن صدرت من المعصوم. وهذا آية الله المرجع الكبير الأصفهاني الفان يقول إن فقد نشأ القول بالتحريف استنادا إلى الأخبار واستظهارا منها، فالقول بأن هذا الرأي خرافة إفراط في التعبير، إذ أن وهذا الكلام اللي أريد أن أقوله، قال إذ أن الخرافة عبارة عن الخيالات الفاسدة التي لا أساس لها أبدا، والقول بالتحريف وإن كان اشتباها هو ينكر تحريف آية الله. هذا أنا إنسان أحب الإنصاف وأحب الاعتدال، وإن كان اشتباها إلا أن له منشأ وهو الأخبار. صحيح. واضح طيب. وجوده في طرق السنة وجوده في طرق الشيعة. ما تقاطعهم، ما قاطعهم، لا العفو تفضل ما قاطع، خلي تكلم ممتاز ونفس المعية خلاص. فكمل يا أخي ركز على فعدم فعدم وجود فعدم وجود آلية لضبط الأخبار جعل كثيرا من علماء الشيعة يؤمنون بتحريف القرآن. فهذا السيد نعمة الله الجزاري يقول إن الأخبار الدالة على تحريف القرآن تزيد على 2000 حديث، وذكر إلى أن ذكر أن القرآن الذي نزل 17,000 حديث. إذن نحن نطالب بماذا؟ نطالب بقضية ضبط الروايات وعدم الاختلاط، فإذا عارضت كتاب الله سبحانه وتعالى يضرب بها عرض الحائط. وهذا نعمة الله الجزائري يقول إن أصحابنا رضوان الله عليهم قد أطبقوا على صحتها والتصديق بها. إذن باقي لك دقيقتين الآن. طيب إذن ما هي الآلية في ضبط هذا الأمر؟ نأخذ آخر، ذكر قضية سهو النبي عليه الصلاة والسلام، وقال ان اهل السنه ينسبون الى النبي عليه الصلاه والسلام. قال ان البخاري قال ان البخاري انا ارجوك كلام من وقتي انا، كل واحد يقول قال فلان قال العالم فلان ولا يذكر اسم فيه على الاطلاق. كلام جميل، كلنا فئه واحده الان. كلام جميل ونحن نرحب بالمعتدلين والله. طيب. فهذا الصدوق يقول كان شيخنا محمد بن حسن ابن احمد بن وليد يقول اول درجه في الغلو نفي السهو عن النبي صلى الله عليه واله وسلم، ثم قال إن الغلاة والمفوضة لعنهم الله ينكرون سهو النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لا عجب ولا غرابة حينما يدعو الأستاذ علي الكوراني إلى توثيق حتى الراوي غير المسلم، فهذا الشهيد مرتضى فهذا الشهيد العلامة مرتضى المطهري يذكر في كتابه صفحة في كتابه الإمام علي صفحة 179 يقول لك أن يقول لك إذا تجاورت النحل وتعاشرت تبادلت العقائد والأذواق وإن تباعدت في شعاراتها. من ذلك مثلا سيريان عادة التطبير، أي ضرب الرؤوس بالسيوف القامات وضرب الطبول والنفخ في الأبواق من الأرثوذكس القفقازيين إلى إيران، وانتشرت فيها انتشار النار في الهشيم. إيش علاقتها بالآن؟ إذن إذن بموضوع إذن إذن كيف نعرف المصادر الصحيحة في إذن التطبير إذن التطبير إذن التطبير, إذن التطبير إذا التطبير طيب إذا التطبير إذا 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 والله يعني أنا كذي خلص بالله الله يبارك الله يقدر تخلص حظي على حالي يلا خليه وقتي إذا إذا نحن أصبحنا نعمل أمور عبادية ليست لآل بيت ولا لها سند، وإنما من يعني رؤيتها رؤية ناس يفعلونها وفعلناها. وهذا مرجع كبير من مراجع الشيعة وهو محمد الخالص وهو الخالصي، وكتابه اسمه علماء الشيعة والصراع مع البدع والخرافات. ما قلت لي عطرتني هذا يا اخي الاخ علي الدوسري انت فاضي دقيقه، ما هو خلاص رايك في موضوع كيف ناخذ الروايه؟ هذا هو هذا هو النص اخ اختم به الكلام. هذا مو كلامي انا، كلام مرتضى كلام محمد الخالصي رحمه الله يقول
يجب على المجتهدين أن يحرموا رواية وقراءة أحاديث الغلاة وأدعيتهم، ومن جملة ذلك الحديث الذي يقول إن أمير المؤمنين عليه السلام قرأ القرآن عند ولادته، أي قبل 13 عاما من البعثة، وكذلك الأدعية الموضوعة، ومن ضمنها لا فرق بينك وبينهم إلا أنهم عبادك، وكذلك الدعاء الذي سموه دعاء الفرج، وسنده رؤيا منام، وفيه يا محمد يا علي، يا محمد يا علي، وأمثال ذلك من الأحاديث الموضوعة. وعلى المجتهدين واجبات أخرى غير أن ذكر لا يناسب إلى آخر هذا الكلام. فهذا العالم، أنا بس أختم بسؤال أقول، هل في أحاديث صححها علماء الشيعة؟ طبعا ممتاز. ألوف معلش تسمح لي ثواني بس. طيب وقت لا خليها لا عشر ثواني أقول إذا كان علماء الشيعة يحبون آل البيت وصححوا أحاديث، أنا أسأل سؤال، هل هناك 100 حديث أو 1000 حديث أجمعت الشيعة كلها على صحتها؟ طيب أوكي، هذا السؤال نسجله عندنا. شكرا جزيلا مشاهدي الكرام. من كلام بالذات من كلام الأخ السيد محمد الموسوي وكلام الآن أستاذ عايد الدوسري، تمحيص المرويات قضية رئيسية يطالب به السيد الموسوي حتى في مرويات طبعاً عديد من المحدثين. يقول له الأخ على الدوسري، هل محصتم أنتم روايات معينة واعتمدتوها أو تواتر عليها نقول يعني اعتماد من طرف المجتهدين؟ ففي واضح أهمية التمحيص، ما هو دور بالذات علماء المعاصرين في التمحيص؟ هذه مسألة الآن فنية قاعدة تتضح من المناقشة. الآن إذا أنت ما زلت يا أخي الأسد عند كلامك أنك أنت تحب تكون آخر المتحدثين في الشيخ الكوراني، إذن نقدر نبدأ. إذا يعذرني الشيخ بس أتكلم أنا الآن فقط حتى تكون الأمور واضحة بالنسبة يا سيد الموسوي. الآن المداخلة لكم، فالشيخ الكوراني أعطيني الشيخ الكوراني معنا على الخط. الشيخ الكوراني نعم مرحبا بك. نعم إذن الآن الشيخ الكوراني الشيخ الكوراني حضرتك معنا ومعنا الشيخ الأسدي وعشر دقائق زي الآخرين. فالأخ الموسوي يقرر من الإخوان تحب يبدأ يتكلم. عفوا والقلب خان وقت البرنامج. والله ما داري الآن، أنا بس المهم اللي حيأخذ الآن حيأخذ 10 دقائق، ولو انتهى حنكمل هالو في الحلقة الجاية. فالأخ الموسوي لو سمحت تحدد مين من الإخوان يبدأ. سمحت الشيخ الكراني تفضلون. طيب أوكي الشيخ الكراني الدكتور الموسوي قال تفضل. إذن 10 دقائق. أخينا الأسدي الله يحفظه وشكرا لكم. اولا انا اقول الشيخان، الشيخ عثمان وهو الشيخ عايض حتى يفرح الدكتور محمد. الله يحفظك بارك الله فيك. لماذا اكثر ما روينا عن الامام الصادق عليه السلام، والواقع كما يقول الشيخ عايض انه مصيبه عن الزهراء سلام الله عليه 25 روايه وعن الامام الهادي قليل. نعم والله مصيبه، لانه 6 أشهر بعد أبيها وبالظروف الظلم وعندنا رواية شهيدة، وين في الفرصة حتى تروي؟ من قطع؟ لا أرجوك لا مقاطعة، أرجوكم لا مقاطعة أرجوكم لا مقاطعة. تفضل شيخ كرد سجلوا بعدين. عندنا الإقامة الجبرية على الأئمة، قتلهم، قصر حياتهم. الإمام الصادق أطول الأئمة بعد الإمام المهدي عمرا، وبعدين صارت الظروف في وقته، وأمير المؤمنين عليه السلام رواياته بالمئات وبالألوف عندنا ما بيعرفوها. ومسألة كتاب سليم، شكرا لك يا شيخ عثمان على كتاب سليم ابن قيس الهلالي العامري النجدي، أول مؤلف في الإسلام كتب عن الوجه الآخر المعارضة، ووفاته 78 وكان مشرد من الحجاج وكتابه معه. هذا الرأي عالم سيد هاشم، معروف سيد هاشم ما يرى رأي مشهور علماء الشيعة، فما يمكنك أن تحتج عليهم. ولا أنت يا شيخ عايض بالشيخ مطهري والخالصي وصلت للتطبير ومراسم الإمام الحسين، شو غافتك هذا؟ ناس بضربوا روسهم ما وصل لراتك أنت، واللي مقلدين للمطهري والخالصي يعملوا برأيه، المقلدين لمراجعهم يعملوا برأيه، ومشتبه أيضا المطهري في كلامه هذا. بالنسبة للمدينة والكوفة كيف رووا؟ عجيب، يعني يجب أن يكون الراوي في نفس بلد اللي يروي عنه، ما كان يبجر الحاج بروحه. الإمام الصادق ما قضى سنوات بالإقامة الجبرية هناك، هذه إصرار على هذه الشبهة ما أعرف ليش.
بعدين الدس في الأحاديث مشكلة عامة. أجيب لك أنا أنواع الدساسين. عبد الكريم ابن أبي العوجاء كم كان يدس لزوج أمه حماد؟ ابن حماد زوج أمه اللي تزوج 100 امرأة ما كان يدس. واحد يقول أنه راح لعبادان ورجع للبصرة دس في أحاديثه التجسيم. وعندكم ألوف الدساسين وغيره وغيره. إذن هذه